اقول لكم درس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه، ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء قائم بالله، وكل شيء خاشع لله، وكل شيء يسبح الله. من عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد، وتنفرج بها القرب، وتقضى بها الحاجات، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تفضح وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واجمع ما شئت فإنك تاركه. واعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. الحقيقة التي لا يختلف عليها الناس هي حقيقة الموت. حقيقة الموت أن الإنسان يترك هذه الدنيا فيخرج من عالم الشهادة إلى عالم البرازخ والقبور، وهو ما يسمى بالدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فلا بد للإنسان أن يعرف حقيقة نفسه، ويعلم أنه راحل عن هذه الدنيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لمهمة سامية، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بعد أن يعمر الأرض. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن ما هي حقيقة الإنس، وما هي حقيقة الجن، وما شأن الإنس والجن مع الله عز وجل؟ يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل رحمتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم،
وإن أعرضوا وأبوا فأنا طبيبهم. هذه هي حقيقة الإنس والجن، أخلق ويعبد غيري. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليعبده، خلق الإنسان ليوحده، خلق الإنسان ليقدسه، خلق الإنسان ليمجده. ولكن كثير من الناس ترك طريق الحق والصواب فأصبح يشرك بالله سبحانه وتعالى. وأوحى الله في القرآن الكريم ناهيا عن الشرك، فجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالإنسان قد يترك الطريق الحق بعد أن بينه الله تبارك وتعالى له. جاء على لسان إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، لابد للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يقف مع نفسه وقفة قبل أن ينزل عليه الموت. فالموت لا شك قادم لا ريب فيه، هذه هي الحقيقة التي لا ينكرها الموحدون ولا غير الموحدين. فغير الموحدين لا ينكرون حقيقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أننا نموت، والحق أننا نترك هذه الدنيا. الحق أننا نموت وأننا نترك هذه الدنيا، ولا بد أننا مفارقون لها. عش ما شئت فإنك ميت. ورد في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولده إبراهيم، قد مات ولده إبراهيم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إبراهيم حبا شديدا وكان يتعلق به. فمات إبراهيم عليه السلام فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذراعيه وضمه إلى صدره، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل برقية عزاء من رب العزة إلى رسول الله، قال فيها: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويبلغك التحية والإكرام ويقول لك: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فمهما أحب الإنسان من شيء تركه، إن كان مالا تركه، وإن كان ولدا تركه، وإن كانت زوجة تركها، وإن كان عقارا أو أطيانا تركه. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وانظر إلى حال الميت حينما جاء الإنسان إلى الدنيا. جاء الإنسان قابضا على يديه هكذا، جاء الإنسان قابضا على يديه هكذا، وإذا نظرت إلى يديه تجدها مقبوضة على الخواء، فلا يوجد فيها مال ولا يوجد فيها ذهب ولا يوجد فيها أي شيء من حطام هذه الدنيا. انظر إلى الصورة المقابلة وهي صورة الوداع، تجد أن الإنسان يخرج ويديه مبسوطتين هكذا ليقول لنا بلسان الحال: تركت لكم الدنيا فتصرفوا فيها، لم أأخذ منها شيئا غير عمل الصالح. ولذلك
إذا دخل الإنسان القبر نادى عليه القبر قائلا له: يا ابن آدم جاءوا بك وتركوك، وفي التراب وضعوك، وفي قبرك دفنوك، والله لو بقوا معك ما نفعوك، ولا ينفعك إلا الله، ولا ينفعك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، وأنا الحي الذي لا يموت. لا ينفع الإنسان سوى العمل، ولا ينفع الإنسان مال ولا بنون ولا جاه ولا عز ولا عطيان، لأن كل ذلك زائل. ولذلك كان ختام القرآن الكريم: خير شاهد على ما أقول. فجاء قول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. أيها الإخوة، لابد للإنسان أن يقف مع نفسه وقفة حساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فصحيفة الإنسان معلقة في عنقه. قال الله تبارك وتعالى: إذا مات الإنسان طويت صحيفة عمله ثم وضعت في عنقه. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أتقدم بخالص العزاء في الراحل الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أكرم نزله يا أكرم الأكرمين، وارحمه رحمة واسعة يا أرحم الراحمين، واجعله من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم افتح له في قبره بابا إلى الجنة، وألبسه من لباس الجنة، وأفرشه من فراش الجنة، واجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة وسائر قبور المسلمين، ولا تجعله حفرة من حفر النيران وسائر قبور المسلمين. اللهم اجعله في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا رب العالمين. اللهم افتح له في قبره بابا إلى الجنة، وألبسه من لباس الجنة، وأفرشه من فراش الجنة، واكتب له مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا أنيس كل وحيد، ويا حاضرا فليس يغيب، ويا قريبا فليس بعيد. اللهم أنسه في وحدته، وأنسه في غربته، وارحم تحت أطباق الثرى والتراب غربتنا وغربته، واكتب لنا وله براءة وعتقا من النار. يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. البقاء لله والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. تعالى اقفل، ما دام انت عارف بتقفل ازاي.